اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد مع الكترو سلام. كيف ديما الجديد وباحسن ثمن. اخوان في الفيديو ديال اليوم غنبريزونطيو الاير توي ديال سان بيتر. الاخوان فيديو غادي نحاول نديرو مختصر، حيت ديجا هضرنا عليهم بزاف بزاف بزاف. تشو تشو بلوس مشاو كاملين الحمد لله. دابا جات تروا هي اللي غادي نبريزونطيو في هذا الفيديو هذا، وهي اللي متوفر حاليا بالنسبه للناس اللي باغيين تشو تشو بلس. يقدروا يجيو من بعد ان شاء الله، ولكن دابا حاليا جات 3 اخر فيرسيون ديال سان بيتس. غادي نحاولوا نقولوا اشنو هما المميزات ديال تري اللي جاو حاليا الاخوان. دونك اول حاجه غنرماركي هو بالنسبه للابواط، راه جاو تقريبا بحال في نفس الابواط شيهم، بحال هاد 3 بحال تشو، غير هنا مكتوبه 3. هذا هو اللعبه الوحيده باش تقدر تفرق بين لي بواط ديالهم جوج. فعندنا هنا بياسه ديجا محلوله. شنو اهم الحوايج اللي حاولوا يحسنوهم في هاد الطرو؟ من اهم الحوايج الاخوان، من اهم الحوايج شنو هو؟ هو ان لابواط ديالهم جات في هذا الشكل هذا. فبزاف ديال الناس كيعشقوا بحال هاد الاشكال هادو اللي كيتحلوا بحال هكا، ماشي بحال بلاتي نشوف ديالي ها هما هادو الارتو. الارتو هادو الاولين كيتحلوا بحال هكا، هادو لا هادو كيتحلوا بحال هكا، فاهمين؟ زائد ان عندك لافونتاج ديالاش بالنسبه لهادو، كنتي الا بغيتي تشعلهم خاصك دير بحال هكا وكتجبدهم عاد كيشعلوا. بالنسبه للطروا لا، غير كدير بحال هكا كيشعلوا، كيتكونيكتاو اوتوماتيكمون مع التليفون ديالك. وخاصك تعرف بالفيرسيون ديال البلوتوث اللي كاينه هنا هي 5.2، يعني اخر فيرسيون ديال البلوتوث، يعني كيتكونيكطاو بالزربه. يعني اون فوا غدير بحال هكا الا كنتي ديجا مكونيكتي مع التليفون ديالك غيتكونيكطاو بالزربه، فاهمين؟ زايد ان شنو الاخوان، زايد ان هاد تروا دايروهم لينا بواحد لاطاي اللي صغيوره بالنسبه للناس اللي كيعشقوا لي زيكوتور بلوتوث اللي لاطاي ديالهم صغيوره. الاخوان انت اخي مريم شي لا طيب بلاصه ملي كيتشارجاو راه هنايا عكس واحد فينيسيون سي انا شوف فينيسيون داكشي ما دويش عليه. علاش؟ حيت كنهضروا على شي حاجه اللي اوريجينال، الشركه اللي كتهضر على شي حاجه اوريجينال ما دويش على الفينيسيون الكواليتي والصراحه ديالهم، داكشي ما دويش عليه، فاهمين الاخوان؟ دونك كما كتشوفوا لاطاي ديالهم راه صغيره مقارنه بالتو، يعني بالفيرسيون الاولى ديالهم. هذه الفيرسيون الاخرى لاطاي صغيره، ولكن واخا لاطاي صغيره جوج ديال لي ميكرو شيم او ميكرو هنا اخي منعم، يعني بحال التو اللي كان لافونتاج اللي كان في بحالهم بحال التو، فاهمين؟ لا كولور اللي كيجيو هادو كيجيو في اللون الكحل، يعني هادو كيجيو في هاد اللون هذا الاسود هو اللي خرجت فيهم الشركه ديالهم. زايد ان لاطاي ديالهم صغيره ماشي غير في الطول، لا حتى في هاد الاذن ديالهم، هاد اللعيبه ديال اللي كتخشى في الاذن ديالك حتى هي صغيره. هادشي علاش كيجيو كونفورتابل بالنسبه للاذن ديالك، يعني ملي كتشوف ديزاين واعر واعر مرتاح. شوف شوف لي الديزاين انت كتشوف اخي مريم، لاطاي ديالهم صغيره مقارنه بالاولين. زائد ان لاطاي ديالهم اللي كتجي صغيره كيتكونيكطاو اوتوماتيكمون ملي كتفتح البواطه ديالهم، فيهم 4 ديال لي ميكرو كيما تشو وتشو بلس. هادو حتى هما كيجيو 4 ديال لي ميكرو. 4 ديال لي ميكرو اش كيعني؟ كيعني بلي جوج ديال لي ميكرو كيشدو الضجيج اللي داير بيك، جوج ديال لي ميكرو كيشدو الصوت ديالك. هادشي علاش ملي نتا كتهضر مع شي واحد في شي ابيل ولا كتسجل شي اوديو كيكون الصوت ديالك كيتعطى الاخر واضح، يعني واخا تكون راكب في موطور ولا شي حاجه تقدر تهضر بهم سون بروبليم، ما كاين حتى شي حاجه، فاهمين الاخوان؟ دونك دوينا على عطاي ديالهم، البواطه ديالهم كتحل كتكونيكتا اوتوماتيكمون. دوينا على لي ميكرو اللي فيهم 4، غندوي على الكاليتي ديال الصوت اللي ما غنقول فيها والو، الاخر ديال الاواخر ديال الكاليتي ديال الصوت. شنو بلا جلدات، جي جرب راه بلا جلدات، ما فيهمش جلدات الاخوان، والكاليتي ديال الصوت الاخر ديال الاواخر وحسن من هادوك اللي فيهم الجلدات، فاهمين؟ هادو بلا جلدات. علاش ما كيزمطوش لك الودن؟ ما كيزمطوش لك الودن ديالك، وانت ملي اي ايكوتور غدير ليهم جلدات راه كيخنقوا الصوت، كيعطيو كل شيء، دونك غتسمع الصوت بواحد الكاليتي اللي مقبوله. ولكن هادو بلا جلدات بلا والو، وكاع لي كليون اللي كيجربوهم عندنا في المحل فاش كيديرهم كدو معاه ما كيسمعكش شنو كتقول ليه، فهمتني؟ غير الفوليوم السي انس حتى الباس. شوف 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 ملي كنقول لك الصوت، الاواخر ديال الصوت جمع كل شيء، اي باس وكل شيء نقا، واخا كتجهدهم على حدهم النقا،
كاينش الغرام ديال الغلط الاخوان. دونك زائد انه شنو، زائد انه كتقدر تتحكم بكاع داكشي اللي عندك في التليفون ديالك غير منهم هما. مثلا بغيت نزيد الصوت كنكليكي مره كيتزاد، في اليمنيه بغيت نقص اليسريه، عيط لي شي واحد بغيت نجاوبو جوج ضربات كنجاوب، اولا بغيت نقطع جوج ضربات كنقطع. بغيت ناكتيفي المود جيم، فيهم المود جيم بالنسبه للناس ديال لي جو اللي يلعبوا مثلا بابجي ولا فري فاير وداكشي، كيبغي الصوت يكون في البلاصه وكيبغي يعرف الصوت منين جاي، واش القدام اللور اليمين اليسار. دونك هادو كتاكتيفيهم ثلاثه ضربات المود جيم كيتاكتيفا، كتقدر تلعب لي جو ديالك بلا حتى شي مشكل. دونك علاش دوينا، دوينا على لي ميكرو اللي فيهم اربعه، دوينا على بعدا البواطه ديالهم اللي كتجي بحال هكا، دوينا على انه غير كتحل لابواط ديالهم كيتكونيكتا اوتوماتيكمون، دوينا على الصوت ديالهم اللي الاخر ديال الاواخر، دوينا على لي زوبسيون اللي فيهم. غندوي على اهم حاجه في ايكوتور بلوتوث انت واخدهم، شنو هي؟ شنو هي اخي مولاي؟ لاشارج. اهم حاجه هي لاشارج. لاشارج الاخوان نقدر نقول لك مثلا انا كنستعمل هادو غير تشو ديالهم يعني الفيرسيون الاولى، نقدر نهار كامل وانا دايرهم في ودني وما يساليش شارج 12 ساعه وما يساليش. علاش؟ حيت هادو لاشارج ديالهم كيديو 5 السوايع ديال لاشارج الا خدمتي بهم كونتيني موسيقى موقفات، يعني الا دايرهم في ودني ومخدم واحد الموسيقى وكنصنت 5 السوايع، هادي راه ماشي يمكنش، راه يمكنش شي واحد غيدير موسيقى 5 السوايع كونتيني. هذاك الشيء علاش غالبا واحد 90% غيديو لك في لاشارج اكثر من 10 السوايع، هادشي بلا ما ترجعهم كاع للبواطه ديالهم، يعني 5 السوايع كونتيني بلا ما ترجعهم بواطه، ولا رجعتيهم بواطه ديالهم حتى هي كتشارجيهم بليزيغ فوا تقريبا شي ثلاثه المرات ديال لاشارج اللي كتشارجيهم بواطه ديالهم. دونك الاخوان نحاولوا ما نطولوش الفيديو، لي زيكوتور الحمد لله يعني ما كنحتاجوش نبقاو نبريزونطيهم بزاف. علاش؟ كنكونوا متاكدين باللي اللي غيشريهم كيجيب صاحبه ولا شي واحد كيعرفو كياخذهم. علاش؟ علاش ايكوتور كي بريزونطيو راسهم الاخوان. داكشي اش غنقول لك، شوف ما تقتنعش بالهضره اللي كنقول لك انا، وجي للمحل وجرب واحد القضيه، وغتجرب بلاتي وغتجرب غراتوي اسيدي. لا كاين انا تخلص ما والو، جرب عاد قري واحد القضيه سي انس، يعني هادو سي انس الا شفنا لي زيكوتور ديال 800 درهم من التحت، شوف شوف من بين احسن لي زيكوتور بلا جلده بالثمن. شوف نتحداك تجيب لي منافس ديال هادو 800 درهم من التحت، نتحداك تجيب لي المنافس ديال هادو في هاد الفئه ديالهم اولا في هاد الثمن ديالهم اللي هو 800 درهم من تحت، اولا حتى هادوك ديال 800 جي قارنهم. والله يا اخي الا قال لي واحد كليون باللي هادو، حيت هو ديجا خدم بهادوك ديال 800 اللي هما ديال الهواوي، وقال لي هادو احسن من ديال الهواوي، ما عرفتش كليون قالها، وغيكون كيتفرج في الهواوي جلده سي انس. وكنتمناوش وكنتمنى الا كان الا كنتي كتشوف هاد الفيديو اعطينا الراي ديالك اخي، اولا اعطينا الشهاده ديالك في الكومنتير. ف في هاد الفئه الاخوان ما كاينش المنافس ديال سون بيت 3. شحال الثمن سي انس؟ اهم حاجه الثمن ياك اخي مولاي، ما قلتيش لينا الثمن غيكون مكتوب ديجا في العنوان. شحال الثمن؟ ونعاودو نقولوه اللي هو 430 درهم، الفرق بينهم ما بين 2 بلس 30 درهم، والفرق ما بين 2 بلس والاولين كان شحال؟ 40 درهم. 40 درهم، يعني 2 كانت ب 360 درهم، هادشي ملي نقصنا في الثمن 2 بلس 400 درهم، هادو 430 درهم. اخوان حاولنا ما نزيدوش الثمن ديالهم واخا هما يستاهلوا اكثر، غير باش نخليو الكليون زعما قادر ياخذ احسن مكان باقل ثمن. اي واحد قادر ياخذ ايكوتور اوريجينال شي حاجه اللي غارونتي، نزيدوك على النقطه دي انهم غارونتي عام شونج سي انس، الثمن اللي معقول بطبيعه الحال الا عندك مشكل غتجي غنشونجيو لك كما كاع لي كليون اللي قبل، واخا الريتور فيهم قليل وقليل وقليل بزاف 1% ولا قل كاع. بلا ما نطول عليكم، 430 درهم الاير 3 تبارك الله عليكم.